بكم يا أصحابي. حددت النهاردة عن الجشع، يعني الناس الطماعة. تعالوا بقى نحكيها. كان يا ما كان في راجل غني قوي قوي وعنده كل الحاجات اللي احنا بنحبها، لكن الراجل ده كان بيحب بنته أكتر من أي حاجة في الدنيا. وفي يوم من الأيام الراجل ده كان بيتمشى ولقى عصفور متعلق في الراس ومش عارف يتحرك. المفاجأة بقى العصفور ده طلع سحري. الراجل طمع وقال ليه ما استغلش الفرصة عشان أبقى غني أكتر وأكتر، وقال للعصفور أنا هساعدك بس بشرط، أنا عاوز أي حاجة ألمسها تتحول لذهب. العصفور وافق وحقق له الأمنية. الراجل أنقذ العصفور وخرج رجله من الغصن. الراجل طلع يجري على بنته بسرعة عشان يفرحها ويحكي لها اللي حصل مع العصفور. بنته أول ما شافته طلعت تجري عليه، وأبوها عشان بيحبها نزل حكايته مع العصفور وخدها بالحضن، وبنته تحولت لتمثال ذهب. والراجل قعد زعلان قوي على بنته عشان معرفش يرجعها تاني، وقال يا ريتني ساعدت العصفور من غير ما اطلب منه اي حاجه. دي كانت حدوتة اللمسة الذهبية اللي بتقول لنا ان الطمع دايما اخرته حزن، ولازم نساعد الضعيف من غير ما نطلب منه اي حاجه. مع السلامه.